السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش بالإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. بتمنى من حبايبنا وأصحابنا اللي هم يشاركوا الفيديو دهوت. الفيديو دهوت مهم جدا بالنسبة لو عندك الفرخة بقالها فترة البيضة جواها ومش عارفة تبطها، بتبقى البيضة متضيرة، ازاي اللي انت تبدأ اللي انت تخرجها منها او ازاي تخليها اللي هي تبيض البيضة. طبعا يعني عندي الفرخة اللي خلانا اتكلم في الموضوع ده بالفعل، لان عندي الفرخة بنفس الشكل ده هوت. اول مرة جت باضت واول عش لها بدأت اللي البيضة فيها متضيرة، فبدأت اللي انا يعني اتعامل معاها سبتها. طبعا لو انت سبتها 3 ايام او يومين تبدأ، لو جيت بعدها البيضة خرجت هي غلط عليها، اللي هي تكون موجودة جواها وما طلعتش تمام، فممكن هتعمل لها تسممات وتتعبها وكده. وفي نفس الوقت لو انت جيت طلحتها بعد 3 ايام او رابع يوم ولا الكلام ده، بتبدأ الفرخة خلاص عنقود البيض بتاعها ضرب كده، ما بتنفعش اللي هي ترجع تاني تحضر العش. طب ايه اللي يخليني اللي انا اخليها تبيض كل يوم حتى لو فيها العادة دهيت اللي هي بالفعل على طول بتبيض معايا البيضة، ما بتقدرش اللي هي تبيض البيضة وفي نفس الوقت البيضة بتاعتها بتبقى متغيرة. يعني انا خليت عند الفرخة حاليا دلوقتي، يعني لو انت خليتها بعد يومين، يعني الفرخة معاك يوم واحد وخرجت منها البيضة تمام كده، هتنها تحضر في قلب العش وهتنها تبيض معاك على طول. بس انت اللي كل يوم في نفس الميعاد، يعني هي لو بتبيض مثلا كل يوم الساعة 7 الساعة 8 بتبدأ اللي انت تخرج لها البيضة تمام. لكن لو انت سبتها من غير ما تخرجها وقعدت في البيضة فيها يجي 3-4 ايام وجيت طلحتها، مش هتكمل معاك العش تاني. لكن لو انت عايز تكمل العش بتاعها هنكب بيض 10 بيضات 11 بيضة تبدأ اللي انت تخرج لها البيضة، ففي الوقت ده هو هتتنها تبيض معاك، لو تنتها تبيض تتنها بيض مع الواحد تمام. عندي انا اللي فعلا يعني البيضة شكلها مختلف جدا جدا عن اي بيضة تانية. في البيضة بتبقى جاية يعني فيها سن رفيع كده في ومرة حلزوني تمام، شكل كده بالظبط. تعالوا نشوف البيضة، ادي البيضة اهيت عاملة ازاي، بيضة شكلها غريب جدا من ناحيتين الاتنين عراض، يعني الناحية ديت عريضة الناحية ديت عريضة اهي. فطبعا الفرخة في الوقت ده هيوت ما بتقدرش اللي هي تبطها، مش زي مثلا بيضة زي ديت كده لو لاحظنا السن ده رفيع اهو تمام، ومن هنا عريض، ادي اختلاف في البيض، شايفين البيضة عامل ازاي، البيضة مختلفة جدا. طبعا اول بيضة ديت انا خرجتها لها برضه ما قدرتش اللي هي تبطها لانها كانت متضيرة تمام، وديت برضه البيضة التالتة اهي نفس الشكل الاولانية، عريضة من هنا وعريضة من هنا، مفيش سن فيها رفيع ماشي. تيجي نشوف البيضة التانية عاملة ازاي، ديت اخر بيضة بيضوها واخر بيضة لسه مطلعها لها اهي برضه من ناحيتين الاتنين. الحته اللي هي بتبقى عاليه ديت بتبقى زياده في الكالسيوم بتاعها، فما ينفعش اللي انت تشيلها والكلام ده عشان ما تكسرش البيضه، ما فيهاش اي مشكله تمام اهو. دي بيبقى عندهم زياده الكالسيوم ما شاء الله. يعني ايه اللي بيحصل عشان اللي انا اقدر اخرج البيضه من الفرخه؟ ببدا اجيب ادي الحقنه، سرنجه حقنه هي اي سرنجه تمام، وابدا اسحب السرنجه زيت من بتاع الاكل. طبعا انا عندي زيت الاكل هنا بتبقى مثلا
بتاع آلية السمك ببدأ استخدمه للبواز بتاع الفراخ والكلام ده لما يكون المنقار بتاعه كده. ادي زيت، مهم اللي هو يكون زيت يعني، وخلاص زيت اكل تمام. ادي الزيت الاكل اهوت قدامنا تمام. وادي الفرخة تمام، ادي الزيت وادي الفرخة تمام، ادي بق الفرخة. فنكنا نيجي من قدام من هنا في قلب بق الفرخة تمام، ببدأ اللي انا احط لها زيت. ادي الفرخة هي تمام، نحط زيت في بق الفرخة ماشي، ونيجي من عند المخرج كده. ببقى متأكد ان الفرخة عليها يعني في الوقت ده هو، ببقى متأكد ان الفرخة عليها البيضة ومحجرة فيها. طبعا بنبدأ نقسها تمام من عند الحيارة بتاعتها كده تمام، وبنيجي اهو ادي الزيت اهو، نيجي هنا كده اروح ضارب لها السرنجة. ادي السرنجة كلها اهيت، انا فضيت السرنجة كلها في قلب المخرج من ورا اهو تمام كده. بسيبها شوية بس مكفية كده تمام كده. لازم تعمل الفكرة ديت كل يوم، لو الفرخة بتبيض البيضة ما بتقدرش اللي هي تبيضها وعايزة تكمل العش لازم تخليها تبيضها كل يوم. لازم تعمل بالطريقة دي كل يوم بحيث اللي هي تنام مكملة العش. ما عملتش الحركة ديت وسبت البيضة فيها بقى ساعات فنكانك انت ما تعرفش تنها قاعدة فيها اسبوع اربع ايام كده خلاص، استحالة اللي هي تجمع عش واستحالة اللي هي تبيض. اذا لما البيضة تطلع وتقعد فترة جامدة بقى لغاية ما تفكر اللي هي تبيض تاني تمام، بتبدأ تتعامل معها تاني ازاي اهوت. ببدأ اللي انا اجي يعني ادي بق الفرخة، ببدأ اللي انا انفخ فيه احسن ان حد يكون ماسك معاك لان كده بتقرب.
كده بدأت البيضة خرجت اهيت بكل سهولة. ادي البيضة اهيت بدأ اللي هي تطلع معانا البخار اهو زي ما احنا شايفين. تمام، هي طبعا بتبقى يعني ايه مش مستحملة، بس لما البيضة بتبدأ اللي هي تخرج تبدأ الفرخة تفوق للأحسن. اهي ادي البيضة. تمام كده، في نفس الوقت ده شايفين الفرخة زي ما تكون لسه برضو بيضة، البيضة اهي واقفة مش قادرة. بعد ما بنطلع البيضة من الفرخة بنفس الشكل ده، طبعا ادي الزيت زي ما احنا قلنا، الزيت في قلب المخرج. تضرب سرنجة تسيبها بس شوية، وفي ثانية بس بتبدأ اللي انت تنفخ في بقها بتلاقي البيضة بدأت اللي هي تبز من غير ما تحط ايدك كمان جوه ولا حاجة، ويا دوبك انت اصلا بتلاقي البيضة بدأت اللي هي تطلع كده، بتبدا يا دوبك بتتكه سنه كده اهوت، وساعتها بتلاقي البيضه نزلت بكل سهوله ما فيهاش اي مشكله. باذن الله نشوفكم في فيديو تاني. ما تنسناش بالاعجاب للفيديو ومشاركه الفيديو، ولو اول مره تشاهد القناه فضلا اشترك بالقناه وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.